Away, so afraid, all alone. They want her, don't go there. There's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping. It told her, don't you worry, girl. يا ماما انا قلقانه، محمد اتاخر. ما تقلقيش، هيكون راح فين يعني، زمانه جاي. طيب ماشي يا ماما. طيب انا جيت. ايه يا محمد، ايه اللي اخرك؟ اللي اخرني؟ مفيش حاجه اخرتني. هيكون ايه يعني اللي اخرني يا ريما؟ مش عارفه يا محمد. خلاص، اعمل لك شاي طيب ولا ايه؟ لا. طب هات الشنطه انا اشيلها لك. لا. طب امال ايه؟ طيب مالك؟ مالكيش دعوه انت. طب اهدى بس شويه، الشغل كان النهارده كتير قوي. اقوم اجيب لك كوبايه ميه. لا يا ماما، خليك انت قاعده. طيب ماشي، انا داخله انام. وفي الاخر على خير. وفي الاخر المرتب قليل. خلاص اهدى شويه يا محمد، ايه مشكلتك دلوقتي؟ يعني شغل كتير ومرتب قليل. مشكلتي يا ريما ان انا قاعد مع مامتي، حاسس ان انا متسول كده. طب ما احنا لسه متجوزين وما لحقناش بس نجيب بيت عادي يعني. بس حاسس برضو ان انا متسول. ما هي ما قالتش حاجه. انا مش بتكلم ان هي قالت حاجه ولا انا مكسوف من نفسي، ان انا المفروض انا اللي اجيب البيت وفي الاخر هي اللي تجيب البيت. لا ده هو بيتها بس عادي، هي قاعدهنا في بيتها. ماشي، بس ما لناش دعوه برضو، انا اللي عليا الحاجات دي. لا بس خفف عن نفسك، روح ريح شويه. والمصاريف والمرتب قليل، يكفي بس الاكل. خلاص اهدى بس يا محمد شويه. خلاص حاهدة، اعملي كوباية شاي عشان نصدع شوية. ماشي. صعبان عليا قوي محمد. انا هقوم دلوقتي اشطف وشي، وبعدين بقى ابقى بكرة اشوف انا هعمل ايه. ياه لو الاقي بس حد يقولي على مكان، مثلا شقة كده رخيصة وايجار قليل، يعني تبقى على المقاس بتاعي مثلا، قليلة يعني الإيجار. بس طبعا مفيش، الناس كله بيهتم بنفسه، يعني اللي هيلاقي شقة لقطة زي دي هياخدها طبعا لنفسه، مش هيديها لأي حد. هبقى أسأل أدهم بكرة، ممكن يكون عارف هو ليه يعني معارف كتير. أنا نازل الشغل يا ريما، واحتمال اسال واحد صاحبي على شقه ولا حاجه. طيب ماشي، مع السلامه. هسال صاحبي ادهم ده. ربنا يوفقك يا حبيبي. ان شاء الله باذن الله. طيب مع السلامه بقى. مع السلامه يا طنط. ادعي له يا ماما يلاقي شقه كويسه. حاضر يا بنتي هدعي له. ايه مشكلتك بقى يا محمد؟ قولي. يعني انا مش لاقي يعني شقه، يعني انا عارفك ان انت عندك صحاب كتير ومعارف كتير طبعا، فلو مثلا عندك عارف حد مثلا عنده شقه رخيصه، يعني انت عارف ان انا مرتبي يعني مش كتير قوي يعني. ايوه يعني انت عايز شقه لقطه من الاخر. ايوه شقه لقطه كده، وتبقى اجرها كل شهر قليل، يعني ما تزيدش عن 5000. في شقة إيجارها في الشهر 500 جنيه، إيه رأيك؟ وشقة حلوة جدا وواسعة، بتهيألي الشقة 1 2 3 3 أوض وأوضة مقفولة. إيه؟ آه. لا، أكيد أوضة واحدة بس وحمام ومطبخ وبس. طب استنى، هكلم لك الراجل دوت وأسأله على الشقة دي. ماشي، ثانية واحدة. ماشي يا أدهم براحتك، بس لو بالسعر دوت. إن شاء الله هتبقى بالسعر دوت. ثانية واحدة بقى عن إذنك. بس لازم تبقى 3 أوض. أوضة ليا أنا وريما، وأوضة للأطفال، والصالة أكيد. يا رب بس يقول زي ما هو كان بيقول فعلا إن هي ب500 جنيه، حتى أقصى حاجة هشتريها ب2000 جنيه. بس لو بقت ب500 جنيه، لأ ده أنا كده هوفر فلوس كتير جدا، وتبقى دعوة حماتي استجابت. مبروك يا عم الشقة عليك. الشقة طلعت ب700 جنيه مش 500 جنيه، أنا آسف يعني. ايه بس فعلا كام اوضه يا ابني؟ 3 اوض واوضه مقفوله. 3 اوض، واحده كبيره تنفع صاله، واحده كبيره برضو تانية تنفع اوضه نوم واوضه اطفال بتهيالي،
واوضه مقفوله. بعرفش ما قاليش حاجه عن الاوضه المقفوله، بس هي بيقولوا ان هي واسعه. بتهيالي ايه الاوضه المقفوله دي؟ مش عارف. طيب انا مبسوط جدا ان انت قلت لي كده، ومبسوط جدا ان انت لقيت لي حاجه لقطه كده زي كده. قول لي بس العنوان، ولا هو ما قالكش لسه انا هقابل الراجل ومش عارف ايه؟ لا العنوان معايا، انا هبعته لك على اللوكيشن على موبايلك. ماشي طيب حاضر. هتبعته لي امتى، بكره ولا النهارده؟ اي وقت انت عايز. ايه عايز ابعته لك النهارده؟ ممكن ابعته لك حالا قبل ما توصل البيت يكون اتبعت. انا عندي نت في البيت، قبل ما اروح بس ابعته لي على طول. ماشي تمام تمام. طيب سلام بقى. مع السلامه. يا انا فرحان قوي، انا فرحان قوي. ريما ريما. ايه ايه يا محمد، في ايه؟ انا جايب خبر جميل جدا جدا جدا. ايه في ايه يا محمد، قلقتني؟ في ايه؟ دعوه حماتي استجابت. ليه؟ ايه اللي حصل؟ إيه، لقيت شقه لقطه ادهم جابها لي. ادهم مين؟ صاحبك؟ إيه، عارفه بكام؟ بكام تخيل انت؟ قوليلي قوليلي. 3000 جنيه في الشهر. لا قولي انت. 2500 جنيه. لا 700 جنيه. ايه ده بجد؟ وتلات اوض. يا ما شاء الله ما شاء الله، مبروك عليك. وهتاخدوها فعلا؟ قال لي العنوان وهيبعتهولي. زمانه اتبعت عشان النت جه خلاص، انا اول ما دخلت البيت اتبعت لي رساله، اكيد هي دي. طيب ماما انا هحضر شنطتي بسرعه. ماشي يا حبيبتي ماشي. لم هدومك بقى ولم هدومي. ما تتصوريش يا ريما انا فرحان قد ايه. انا حتى كمان انا كنت ببقى في نص هدومي لما اخواتك بيجوا، بس الحمد لله خلاص بقى عندنا بيت. انا قربت خلاص الم الشقه الم هدومنا، والحمد لله ان انت فرحان. ايوه الحمد لله. كنت ببقى قاعد وسط اخواتك وباصص في الارض ان انا عايش عندهم، وهم اصلا هم اللي معاهم بيوت وانا عايش في بيتهم. لا 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 خلاص، ما كانش المهم، المفروض يهمك الموضوع دوت، هما مش هيفتر معاهم حاجه. خلاص المهم هادي اعصابك ويلا خلاص الحمد لله لقينا. طب يلا يلا هم اللبس بقى عشان يلا نجهز. ماشي انا هجهز بقى حاجات الشغل بتاعتي. يلا بقى انا يلا رجاله هروح على البيت اللي انا قلت لكم عليه. يلا الف مبروك يا حبيبتي يا ريما، الف مبروك على البيت الجديد. سلام يا باشا. الله يبارك فيك يا ماما. يلا يا محمد ولا ايه، هنمشي على طول معاهم؟ هنمشي. طيب ماشي يلا دينا وصلنا. يلا انزلي. طيب ماشي ماشي نزلت. طيب انا هقفل باب العربية. يلا قفلت باب العربية خلاص. وبعدين يا محمد الأوضة مش راضية تنور، الأوضة المقفولة ديت ما بقتش تنور خالص. يعني ايه وانا اعمل لها ايه يعني؟ ما تجيب اي حد يصلح اللمبه. طب وانت عايزاها في ايه يعني؟ دي اوضه كده كده زياده اصلا. ماشي برضو محتاجينها نحط فيها حاجات. الحاجات الكراكيب يعني؟ ايوه اي حاجه بقى نحطها فيها. ماشي هبقى اجيب الراجل اللي يركب لي سلك جديد ولا حاجه، ممكن السلك ولا حاجه. دي اوضه غريبه اصلا، دي ما فيهاش اي شباك. يعني مش متهويه خالص؟ ما فيهاش شباك. هتكون متهويه ولا لا ازاي يعني؟ طيب افتحيها شويه بقى تتهوى، وانا هشوف حكايه اللمبه ديت بعدين. طيب بقى هتشوفي بقى هتعملي ايه ولا ايه اللي حصل. ماشي انا داخله جوه. اوضه غريبه. صحيح ايه الباب كمان في الاوضه ديت اللي انا قلت لك عليها ما بيتفتحش، بايظ. بايظ؟ ايوه. طيب هو كمان. طيب هبقى اجيب حاجه تصلحه برضو، حد يصلحه ولا حاجه. ماشي. طيب ماشي روحي اعملي. خلي بالك بقى ان انا هجيب الكهربائي بكره. ماشي 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 نفسك يعني. ماشي. ايه ده؟ ده ايه الصوت ده؟ ايه الاصوات دي؟ انا مش عارف مش عارف. ما يمكن من الجيران.
تقريبا مفيش جيران حوالينا. طب امال ايه يعني؟ افتح الانوار. طيب هفتح. في انوار تانية؟ لا مفيش. طب مفيش اي حاجة في الأوضة. انا خايفة يا محمد، انا خايفة. هو ايه اللي صوت غريب كده ومش عارف ايه؟ خلاص يا حبيبتي ما تخافيش. هي الاصوات هديت دلوقتي فعلا. تقريبا. خلاص يلا ننام. انا هقعد نص ساعة كده وبعدين ابقى انام تاني. طيب ماشي، انا هنام عشان انا تعبانة شوية. ما انا تعبان بس انا يعني الصراحة قلقان شوية. يا ريت ريما تبقى صاحية، عشان انا عايزها دلوقتي تبقى صاحية، عشان بعد نص ساعة بالملي انا متفق مع الراجل الكهرباء هيجي. اكيد نايمة زي ما توقعت. يا ريما اصحي يا ريما. ايه يا محمد عايز ايه؟ بس ما تسيبني تنام. تنام؟ قومي يا ريما قومي، الراجل الكهرباء جاي بعد نص ساعة. يو عايز ايه؟ قمت. عايز ايه؟ ايه ده؟ جهزي بقى، ما اعرفش حابه تجهزي ايه ولا ما اعرفش بتروقي الشقه. ماشي هعمل عصير والبسه. ماشي البسي بقى، ولا هتطلعي قدام الراجل كده اهو. ايه ده؟ ماشي خلاص فهمت. يلا روح انت شوف هتعمل ايه. هتعملي ايه عصير؟ ايه هعمل؟ اللي هعمله بقى. يلا، دي شكلها مش فايقه خالص. الناس بتصحى تعمل لنفسها فطار، وانا اصحى اعمل للكهربائي عصير. هعمله عصير بطيخ. خلاص كده كل حاجة جاهزة. كده مستنيين بس الراجل الكهربائي دوت هيجي ولا ايه؟ هو جاي دلوقتي زمانه او بيشوف. اما اقوم اشوف ريما بتعمل ايه. يا ربي ايه في ايه؟ الاوضه ديت باظت تاني، وكمان بقى من جوه ما شفتهاش من جوه. تعالى تدخل نشوفها من جوه. انا خفت وطلعت الصراحه. فيها ايه من جوه؟ تعالى ادخل. تعالى، شايف من جوه؟ تعالى بقى. طيب جاي. شايف يا محمد؟ ايه فيه؟ انا مش شايفه حاجه اصلا. ولا بص، اللمبه انت صلحتها كم مره؟ جبت الكهربائي كم مره؟ 16. وانا ماليش دعوه، انا ركبت 50,000 لمبه. يا وانا مالي برضو، اعمل ايه يعني؟ اوعى انا مش شايفه. اوعى اطلع. انت عايزه ايه برضو؟ فهميني. الاوضه ديت غريبه جدا. فهميني انت عايزه ايه دي يعني؟ انت عايزه ايه من الاوضه؟ هي ضلمه وانت مالك انت؟ لا مش مالك، مفيش حاجه اسمها انا مالي. صحيح، هي شقتنا لازم نكتشف كل حاجه فيها. هو انا مش مشتريها ولا مش مشتريها؟ مشتريها. امال ايه؟ يبقى لازم نشوفها. وغير كده كل يوم بنسمع اصوات بالليل. انا زهقت. اكيد في جيران ولا حاجه او عيال بتلعب بالليل. مش معقول ده صوت سويت. لا مش سويت قوي يعني. لا مفيش الكلام ده. محمد انا مش عبيطه. هو انت شايفاني يعني عبيط؟ لا امال ايه؟ انت بتستهزئ بيا ان انا عبيطه يعني؟ بتضحك عليا. انا مش عيله صغيره عشان انت تضحك عليا. وانا برضو مش عبيط، بس هتعندي معايا حق عند برضو. محمد لو سمحت، هات حد يصلح الباب، هات حد يصلح اللمبه. انت بتنرفزها ايه بس؟ اهدي شويه. ماشي اهو هديت دلوقتي. دي شقتنا، واحتمال ان انا اكون حامل، صح ولا لا؟ وهنروح للدكتوره بكره عشان نعرف. ايوه يبقى لازم يبقى في اوضه للبيبي. ايوه يبقى لازم نجهز اوضه البيبي. ايوه طبعا. طيب شفت بقى، انا عايزه الاوضه ديت لازم تتصلح. صلحنا الباب 5000 مره والباب بيبوظ، والاصوات بالليل انا مش مطمنه. بقول لك ايه، انا داخله اريح شويه. يا ترى الكلام اللي ريما بتقوله ده صح ولا غلط؟ يا ترى الاصوات دي من الاوضه؟ بصراحة أنا تعبت من التفكير وهروح دلوقتي أنام. إيه ده؟ ريما نايمة؟
ايه ده؟ انت خضتيني ولا ايه ده؟ ايه ده؟ في حد يصحي حد كده؟ حرام عليكي، ده انت ايه ده؟ انت عايزه تفزعيني يا شيخه؟ هنعمل ايه؟ انا خايفه قوي. انا مش عارف والله، مش عارف. طب انا عندي الحل. ايه هو؟ احنا نقعد في الاوضه ديت ونفضل صاحيين لغايه اما نشوف ايه اللي بيحصل. ازاي يعني؟ طب بلاش احنا ندخل، انا خايفه الصراحه. نحط كاميرات مراقبه. انا جاتلي كاميرات مراقبه، احسن فكره فعلا. خلاص ماشي، انت بكره هات كاميرات مراقبه واحنا هنحطها. بس انا مش هيجيلي نوم النهارده. ولا انا طبعا، انا هفضل صاحي، واول ما المحل يفتح انا هروح اطلع اجري. ماشي. يلا بقى يا ريم، انا نازل اجيب كاميرات المراقبه. ماشي ماشي، يلا روح وانا هستناك. هنحطها جوه بقى، وكاميرات المراقبه بتعمل تحت الاشعه الحمراء، وهتجيب بقى الضلمه اللي جوه دي. ماشي يلا روح. اديني جبتها. ماشي ماشي، هاتهم يلا نحطهم بسرعه. انا دلوقتي هنده الراجل عشان يركبها لي، عشان ما بعرفش الصراحه. طيب ماشي، شكرا قوي يا عم سعيد. العفو العفو عليا. طيب سلام سلام. سلام. هيا ريما، الكاميرات المراقبة شغالة؟ أيوة شغالة. طيب دي جايبة الأوضة. ماشي، دلوقتي بقى هي ما بيحصلش حاجة في الصبح، احنا بس لما بننام هو اللي بيحصل الحاجات الغريبة. طيب احنا النهاردة هننام ونصحى ونشوف الإعادة. ماشي. طيب بقى انا هعمل لي كوباية شاي. ماشي. يلا يا محمد ننام، عشان بقى لما نصحى الصبح نشوف ايه اللي حصل في كاميرات المراقبة. ماشي. طيب يلا تعالي بقى نشوف اعدادات الكاميرا. ايه ده؟ هو ايه اللي ايه ده؟ الكاميرا بايظة. ايه ده؟ الأوضة دي فيها حاجة غلط على فكرة. مستحيل، لا 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 لا، اكيد في حاجة، لازم الكاميرا تبقى شغالة اكيد. لا هي بايظة. لا هي المفروض شغالة، هي انا اشتريتها بايظة ولا ايه؟ خلاص كده بقى مفيش حل خالص، لان الاوضة ديت فيها حاجة غلط. مفيش حل خالص غير اللي انا قلت عليه. اللي هو ايه بقى؟ نقعد فيها. نقعد فيها لمدة يوم. انت اتجننتي اكيد، عشان احنا لو دخلنا هنموت على طول. مش عرفك، ما يمكن ما يكونش فيها حاجة ودي مجرد تخيلات. امال ايه الاصوات اللي احنا بنسمعها؟ يمكن من عند الجيران زي ما انت قلت، او من الجنينة اللي ورانا. طب تعالي، هنقعد قد ايه يعني؟ هنقعد بالليل، طول الليل من بعد المغرب لغاية الصبح. طيب ماشي، هنبص بقى الساعة عشان احنا مش هنشوف ولا نور ولا شمس. انا هجيب بس معايا كشاف. طيب ماشي، هنشوف دلوقتي. النهاردة التلات، الساعة 12 الصبح. يلا هجيب الحاجات وندخل. ماشي. وانت ليه بتقولي ان هو النهاردة التلات؟ بقولك يعني معلومة. الكشاف جاهز؟ ايوه جاهز. الكرسي بتاعك جاهز؟ جاهز. يبقى يلا ندخل المغامرة. اوعى تنام. ماشي اوعى تنام. ده انت اللي هتنامي مش انا. لا مش هنام. ايه ده ايه ده؟ انا فين؟ افتكرت، احنا في الاوضة. قوم يا محمد قوم. أيوة, ايوه 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 احنا نمنا. ايه نمنا؟ نمنا والكشافات اتقفلت، بس مش عارفه ايه اللي حصل وازاي. انا هطلع برا حالا. هو احنا طيب امتى يعني صحيح؟ انا معرفش نمنا ازاي يعني؟ ايوه النهارده. ايه بسرعه وسع. اكيد يعني النهارده يوم التلات. لا النهارده الخميس. ازاي؟ مش عارفه، في يوم عدى من غير ما نحس بيه. يمكن الكمبيوتر معلق. شوف تليفونك. هشوف طبعا. معقوله يا ريما النهارده يوم الخميس؟ ازاي ازاي؟ انا والله مش عارف. الاوضه ديت فيها حاجه غلط، انا خايفه جدا. وما انا زيك طبعا. انا مش عارف اصلا احنا دخلنا جوه ازاي. فكرتك. طب ما هو انا كنت بحاول احل. انا عرفت انا هعمل ايه. خلاص هتعمل ايه؟ انا هسال اي حد عن البيت دوت، ايه الاوضه، سر الاوضه ديت وسر الشقه كلها ايه. ايوه هتروح عند الحاره يعني وكده والناس اللي حوالينا. هسال اي حد قريب من هنا وعنده محل ولا حاجه وحافظ المكان ده.
ماشي. اسال مين اسال مين؟ هروح لاي حد عجوز. يا ريت بس الاقي راجل يعني عجوز يعني و... ايه ده ايه ده الراجل ده؟ انا عمري ما شفته، ده لسه جاي هنا، ده كأنه جاي وعمال يكح لي كمان ويبص لي من تحت لتحت، انا شايف عينه. ايه انت بتتكلم يا حبيبي؟ ايوه يا استاذ. تعالى يا ابني، عايز ايه؟ شكلك في موقع في مشكله. انا بقيت خبره في الحاجات دي، فجاه بلاقي نفسي قاعد في مكان اعرف ان فيه مشكله هنا، سبحان الله. شكلك كده. المهم اصلا انا ما بنزلش كتير. طيب انا كنت عايز اسالك على حاجه معينه. ايوه قول. هو البيت اللي قدامك دوت على طول، هو دوت قصته ايه يعني؟ ايه اللي حصل له وايه الاوضه الغريبه اللي فيه دي؟ ليه، هو انت سكنت فيه ولا حاجه؟ لا بسال بس. لا انا لا لا بس انا عارف ان انت سكنت فيه، ما انا شفتك وانت طالع منه، ما تضحكش على. طيب يا عم انا بس بقولك عشان تقولي القصه الحقيقيه. قولي بقى القصه الحقيقيه. يا ابني انا هقولك، انا مش هضحك عليك. طب اتفضل قول. بتبدا القصه مع راجل دجال يعني بيقعد يعمل سحر وكده، لو مش عارف يعني ايه دجال، اللي هو بيعمل السحر يعني. فبعد كده البوليس بيقبض عليه، بس هو طبعا كان بيعمل السحر بتاعه دوت في الاوضه دي، فهو كان سحر اسود، فمهما حد هيعمل اي هيمشي من الاوضه ديت هيجي يعني قصدي يقعد في الاوضه ديت هتمسكه لعنه الاوضه، بس يعني هتسيبه اول ما يسيب البيت، لان روح الراجل في ناس بتقول انها لسه في الاوضه دي، بس انا مش بصدق الكلام ده. انا بقول بس مكان السحر الاسود اللي كان السحر الاسود اللي هم كان بيهببه يعني مكان السحر الاسود اللي هو كان بيهببه يعني وكده. ايه دجال 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 سحر اسود. يا ابني هي دي الحقيقه المره يا حبيبي. طيب شكرا كده، اشكرك كده. العفو علي. العفو. امي بتعمل ايه؟ ايه في ايه يا محمد؟ سيب الشال ده. ايه في ايه؟ البيت دوت طلع ان الاوضه ديت بتاعه الدجال. ايه وكان بيعمل سحر اسود جواها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله. يلا بقى هنلم حاجاتنا تاني. يلا هنروح فين؟ هنروح لبيت امك. ماله بيت امك؟ هو انا اتنكت ليه؟ مش مهم، نعيش عندها وخلاص. بيت امك فله وامك زي الفل.